قائد الطائرة. كم أتمنى أن أكون قائدة للطائرة، فكلما أشاهد طائرة تحلق في السماء تخيل نفسي قائدة لتلك الطائرة جالسة في مقطورتها أمام تلك الأزرار المبعثرة في كل مكان، الأضواء المشتعلة بمختلف الألوان. أطير بها وبالركاب وأحلق بها فوق السحاب، فيظهر لي كأكوان من القطن، وأشاهد منازل من الأعلى كأنها لعب صغيرة، ومنظر الشمس حين تشرق والقمر والنجوم في الليل، والتعرف على مدن العالم كلها. إنها مهنة مشوقة أنصح بها كل من يحب السفر والمناظر الخلابة واكتشاف العالم أن يجتهد ويدرس لكي يصبح طيارا. عندما أكبر أريد أن أصبح رجل أمن، شرطي أو دركي أو عسكري، لكن لكي أحمي وطني من الاستعمار، وكذلك أحمي المواطن من المجرمين واللصوص والمحتلين. فمن مهام رجل الأمن خدمة الوطن ونشر الأمان والطمأنينة والاستقرار والعدالة بين المجتمع. ولولا وجوده لسادت الفوضى وانتشرت الجرائم. وبالرغم من أنها مهنة شاقة متعبة وتعرض صاحبها للخطر، إلا أنها لا تخلو من المتعة والأعمال الحسنة التي يحبها الله ورسوله، لأن فيها خدمات وحماية الوطن والمواطن، وهذا أكبر فخر له. أهلا أصدقائي، اسمي ربيع وأعمل طيارا. إنها مهنة صعبة لأنها تحتاج إلى دراسات كثيرة مثل الرياضيات والهندسة وأيضا أحوال الطقس واللغة الإنجليزية. فأنا أطير بالمسافرين بين البلدان البعيدة فوق البحار والقارات، أشارك أيضا في حملات الإنقاذ في أماكن متعددة بالهليكوبتر عند وقوع الزلازل وثوران البراكين وموجات التسونامي. وبعض طائرات الهليكوبتر تستطيع النزوح على الماء، ثم وبعضها يستطيع ملء خزان الماء دون الهبوط أصلا. رائع أن الطيار يبقى محلقا بطائرته لوقت كبير في السماء الواسعة تحت المناظر الخلابة، ويصادف بعض أنواع الطيور المهاجرة. بكم أصدقائي، أنا صديقكم لقمان، سأعرفكم على مهنة مستقبلية. ترى ما هي مهنتي؟ سأكون مصمم طائرة إن شاء الله. والسبب الوحيد الذي جعلني أختار هذه المهنة هو لأني أتفرج أشرطة للطيران والحوادث التي تقع فيها، مثلا نسيان برغل واحد يسبب في انفجار الطائرة، ولذلك اخترت هذه المهنة الشاقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا اسمي إكرام، ومهنتي التي أختارها هي معلمة الأطفال، هي مهنة التي أحلم بها في المستقبل، لأنها تشعرني بالحماس والشوق، الشوق عند ملاقاة وجوههم البريئة كل صباح، وعندما أدرسهم أشعر بالارتياح، كما تشعرني بالفخر لأنني أعلم الأطفال وأفيدهم بالمعلومات القيمة والمفيدة، كما أربيهم على الأخلاق الحسنة والسلوكات الجيدة، كما ألعب معهم الألعاب الفكرية والمسلية والجميلة. وأتمنى أن أصل إلى حلمي وأحققه بإذن الله. مهنة المعلم. المعلم هو عميد الدولة، فلا تقوم الدولة والأوطان إلا بفضله. فالمعلم أحد الرحلات الأساسية في تشكيل المجتمع، به تزهو العقول وتفتح الأذهان، ومن تحت يديه يصنع الرجل منها الطب والمهندس والمعلم. وواجب نحن معلم هو على كل
هو على كل طلب احترام المعلمهم، فهو الأب والصديق والأخ لهم، وهو من يدفع به نحن الهدى والنور. قال الشاعر أحمد شوقي: قم المعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أهلا أصدقائي، أنا اسمي أشرف وعمل الطبي مهنة جيدة، والطب فيقوم بمعالجة الناس والفقراء ويعتني بالمرضى ويقوم بعمليات جراحية، وفيها كثير من الأشياء يقوم بها. وعندما ينتهي معالجة المرضى قد يعطي الله الحسنات، ولقد ساعد الناس والمرضى ويفرح لك ويحب هذه المهنة لأنها أحب للناس، لأنها لأختار أحبها للناس لأنها مهنة جيدة. عندما يقوم المرضى وتعالج المرضى وتقوم بمساعدة الناس وتوصف له الدواء لكي يشفى.